استقلالية مطلقة. القاعدة أن القاضي لا يحكم بسلطة مطلقة، لأن في قاعدة تعلمنا أن السلطة المطلقة تحول القاضي إلى دكتاتور، ومن ثم تحوله استبدادا بالحكم، فمن ثم يجب أن تكون علاقات الجميع بالسلطات التنفيذية والتشريعية علاقة متزنة، فليس له أن يتفوق عليها وليس له أن يستقل بذاته عنها. وكيف يستقل القضاء عن وزارة العدل؟ أمر غير مرغوب فيه وأمر منافي لجميع دساتير العالم. لو راجعنا ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات مناهضة التعذيب، نجد أن على الحكومات أن تعدل تشريعاتها. إذا تشريع السلطة القضائية ده تشريع من ضمن التشريعات، فكيف يعد القضاء من تلقاء ذاتهم هذه التشريعات ويضع نص أن يعتدي على عند قيام المحامي بارتكاب واقعة داخل المحكمة يديله غرامة 10,000 جنيه؟ يعني المحامي واخد 1000 جنيه ولا 500 جنيه فقضية، يدفع غرامة 10,000 جنيه عشان اعتدى على زميله داخل الجلسة؟ ما له حصانة وفقا لقانون المحاماة منصوص عليها في جميع الدساتير العالم وفي ميثاق الأمم المتحدة. كل متهم في جناية أن يوكل له محامي أو ينتدب له محامي، فكيف تسنى أن نطلق هذه الحصانة وأن نقطعها ونبترها من أصلها ونقول أنه ليس للمحامي أي حصانة، ومن يريد أن يعتدي فليعتدي. محدثكم حسين كامل عبد الرحيم المرشح عن النقابة.